أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المرأة في الإسلام من حيث إنسانيتها وحريتها ومشاركتها الرجل ومساواتها به في كل ما يقبل المساواة بينهما وكذلك حقوقها وواجباتها وكيف أن شريعة الإسلام قد حررتها من مظالم قاسية ما كان لها ان تتخلص من اغلالها التي رسفت فيها قرونا متطاوله لولا ظهور الاسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم في القرن السادس الميلادي واليوم نبدا في بيان المصالح المعتبره التي ضاعت على المراه المسلمه بسبب عادات المجتمعات وتقاليد الشعوب وتعارضاتها مع احكام المراه في شريعه الاسلام صراحه او توريه من ذلكم مساله المغالاه في المهور في مجتمعات القله والندره الاقتصاديه والتي صمت علماء الاسلام صمتا مريبا عن ترسخها وتاصلها وتجذرها في عادات الناس حتى صارت العقبه الكؤود في قضية الزواج وقد كان من واجب العلماء والدعاه ان يتصدوا لمقاومة هذه الظاهرة وان يضربوا الامثال للناس بانفسهم واولادهم وبناتهم لحملهم على التخلص من هذه الظاهرة التي جعلت من الزواج امرا بالغ الصعوبة وفي هذه المسالة تطالعنا نصوص شرعية أصيلة اسدلت دونها ستائر النسيان حتى صارت من قبيل المتروك او المسكوت عنه سواء منها ما تعلق بيسر المهور وتجهيز بيت الزوجيه وتاثيثه والاكتفاء فيه بايسر الاشياء واقلها قيمه او ما يتعلق بفلسفه الاسلام في قضيه المهر التي جعلت منه رمزا يعبر عن الرغبه القلبيه في الارتباط وليس مظهرا من مظاهر السفه او البذخ والمباهاه ومن فلسفه الاسلام في هذا الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قيمه المهر الى ملء الكف طعاما او الى خاتم من حديد او نعلين بل اكتفى فيه بان يعلم الزوج زوجته سوره من القران ولو من قصار السور ولم يكن ذلك منه صلى الله عليه وسلم حطا من قدر الزوجه او ازراء بشانها بل كان وضعا للامور في موضعها الصحيح ذلك ان الرغبه القلبيه او الحب الذي يجمع بين قلبين هو من باب العلاقات المقدسه التي تتضاءل الى جوارها اموال الدنيا باسرها ولا يمكن التعبير عنها بمقابل مادي مهما غلا ثمنه والمطلوب هنا هو تقديم ما يشير الى هذه العلاقه ولو من بعيد ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان فتح باب الغلاء في المهور او المغالاه في تقديرها يحول هذا الرمز المعنوي المتعالي على الماده الى كونه سعرا او ثمنا تقدر به سلعه من سلع السوق التي يزيد سعرها ويهبط بالمساومه او المفاضله ويلزم ذلك ان تصبح مهور الطبقه الثريه اقدر على التعبير عن الحب او الرابطه القلبيه من مهور الطبقات الفقيره وهذا خلاف الواقع الذي يثبت استواء الشعور في هذه العاطفه عند الناس جميعا. يدلنا على ذلك ما يطالعنا به الواقع بين الحين والاخر من ان فتاه مثلا من ذوات الثراء يرتبط قلبها بفتى مستور الحال وتشعر بسعادتها في جواره رغم الفروق الماديه الصارخه بينها وبينه. والعكس صحيح كذلك ولا تزال الامثله المتكرره شاهده على ان المهر وتكاليف الزواج ليس اي منهما ثمنا وانما هو رمز لرغبه دفينه صادقه ولعل هذا ما دفع النبي صلى الله عليه وسلم لتشجيع الشباب على قله المهور حتى اصبح يسر المهور وقلتها وبساطتها سنه من سننه صلى الله عليه وسلم التشريعيه التي يتعلق بها طلب شرعي يثاب المسلم على فعله وان كان لا يعاقب على تركه وفي هذا الامر يقول صلى الله عليه وسلم خير الصداق يسراه ان اعظم النساء بركه ايسرهن مؤنه وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنه حين زوج ابنته فاطمه رضي الله عنها وارضاها فقد روى ابن عباس ان عليا لما تزوج فاطمه رضي الله عنهما وهي سيده نساء العالمين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا قال ما عندي شيء قال فاين درعك الحطميه ومعنى الحطميه التي تتكسر عليها السيوف وانظر معي ايها المشاهد الكريم كيف ان الدرع وهي شيء بسيط صلحت مهرا للزواج من سيده نساء العالمين في الاسلام وقد زوج صلى الله عليه وسلم امراه وقال لها رضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فاجاز هذا الزواج وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت امراه من الانصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها فان في عيون الانصار شيئا قال قد نظرت اليها قال على كم تزوجتها قال على اربع اواق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على اربع اواق كانما تنحتون الفضه من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى ان نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا الى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم. وقد ترتب على انتشار ظاهره غلاء المهور وما يرتبط بها من اسراف في التجهيزات والحفلات في المجتمعات الاسلاميه ظواهر أخرى انعكست سلبا على الشباب والفتيات والعائلات وأول هذه الانعكاسات ظاهرة العنوسة التي تضرب معظم العائلات الفقيرة والمتوسطة الحال وظاهرة العزوبة التي يعاني الشباب من خلالها ضغوطا نفسية هائلة من أجل أن يحتفظ بطهره وعفافه وطاعة أوامر ربه لا فرق في هذه المعاناه اليوميه بين الفتى والفتاه من الشباب ومن المفارقات في هذا الامر ان المعاناه التي تعرض للشاب او الفتاه بسبب الالتزام الخلقي من جانب والضغوط الغريزيه من جانب والصراع بينهما هذه المعاناه تعرض ايضا للشباب المنحرف نتيجه الصراع بين انحرافه من جانب وبين عجزه عن التاهل بزوجه وليس من شك في ان هذا الصراع الغريزي بين عقيده الشباب وفكرهم من جانب وبين سلوكهم وتصرفاتهم من جانب اخر قد اثر سلبا على التوازن النفسي والهدوء العاطفي اللازم لبناء المجتمعات وتقدمها وليس من شك ايضا في انه لا حل والوضع كذلك الا تيسير الزواج وعودته لصورته البسيطه التي حث عليها الاسلام بعدما خلصها مما تراكم عليها من اثقال العادات والتقاليد وبخاصه في عصورنا الحديثه هذه واذا كنا ننادي اليوم بضروره تجديد الخطاب الديني فان اول خطاب يجب البدء بتجديده واعاده انتاجه هو هذا الموضوع ومن الممكن ان يصاغ التجديد الديني في هذا الموضوع في ثلاث خطوات متزامنه الاولى ان يتصدر العلماء المخلصون لدينهم ومعهم المثقفون المهمومون بمشكلات البلد ليضربوا المثل الحي في التقليل من كلفه الزواج بابنائهم وبناتهم الثانيه منع مظاهر السفه في الافراح في الفنادق والنوادي وبثها في وسائل الاعلام منعا حاسما لا استثناء فيه لاحد الثالث ان يتجه المستثمرون والاجهزه المعنيه بالشباب الى بناء وحدات سكنيه تتسع لزوج وزوجه وطفل او طفلين على الاكثر وان تسدد اسعارها على اقساط مناسبه لدخل الشاب واعبائه المعيشيه وظروف حياه اسرته الصغيره والظاهره السلبيه الثانيه التي زادت من تعقيد مشكله الزواج في عصرنا هذا ظاهره تفسير الكفاءه بين الزوجين تفسيرا يصدم ابجديات هذا الدين الذي ارسى لاول مره في تاريخ الانسانيه مبدا المساواه بين الناس وشهد له بذلك علماء التاريخ والحضارات ممن اكدوا هذا السبق وشهدوا ان البشريه قبل الاسلام لم تكن تعرف هذا المبدا بل لم تكن لتتصور له معنى ولا مفهوما لان اعراف المجتمعات وانظمتها الحضاريه شرقا وغربا كانت قبل الاسلام مبرمجه على مبدا ثابت هو مبدا التفريقه بين الناس وتقسيمهم الى طبقات كل طبقه منها قانعه بدرجتها ووضعها في السلم الاجتماعي لا يطرا على بالها ان تغيره او تبدله وكان الشعور بالطبقيه بين الناس شعورا طبيعيا تزيده الثقافات العامه والعادات والتقاليد رسوخا واستقرارا. تجد هذا ماثلا في جمهوريه افلاطون وفلسفه ارسطو الاجتماعيه وثقافه اليونان وانظمه الاديان الهنديه واعراف جاهليه العرب، وقد انسلخت على هذه الامم قرون متطاوله وهي على هذا النظام قبل ان يظهر نبي الاسلام. ويصرخ صرخته الاولى في التاريخ الناس سواسيه كاسنان المشط وقبل ان يجلجل صوته الشريف في خطبه الوداع يا ايها الناس الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على اعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاحمر على اسود ولا لاسود على احمر الا بالتقوى ابلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا قبل بيانه الحاسم الناس رجلان بر تقي كريم على الله عز وجل وفاجر شقي هين على الله عز وجل قال ذلك ليهدم الطبقيه ويدمر القبليه ويطيح بالعنصريه ويرجع بميزان التفاضل بين المتساوين الى الفضائل والاعمال والميزات السلوكيه في خاصه الفرد ذاته بقطع النظر عن اسرته او مولده او محتده اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير ولا نعد الحقيقه لو قلنا ان فقه النبوه في هذه القضيه الخطيره توارى كثير منه خلف ضباب كثيف من مواريث الجاهليه الاولى وكانت النتيجه التعسه لهذه المفارقات حرمان كثير من ربات الحجال وذوات النعمه والثراء في مجتمعات الوفره والرخاء من حقوقهن في ان يكن زوجات وامهات شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته